السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم متابعينا الكرام في النشرة الجوية الأسبوعية المفصلة. أجواء مستقرة معتدلة وأقرب للربيعية مع بعض الحالات الماطرة على فترات كانت عنوان طقس الثلث, الثلث الثاني من شباط، وكالعادة أصحابكم بجولة تحليلية لخرائط طبقات الجو كافة قبل الخوض في تفاصيل طقس الأسبوع القادم. نبدأ معكم ارتفاع 5 كيلومتر فوق سطح البحر وتحديداً عند طبقة 500 ملي بار والتي نلاحظ فيها. كما تلاحظون بهذا اللون على مناطق شمال الجزيرة العربية كتلة هوائية باردة نسبيا تتحرك خلال ساعات هذا الليل ليل السبت الأحد باتجاه مناطق العراق وتتأثر فيها أجزاء من شرق دير الزور وشرق الحسكة بشكل ضعيف على شكل أجواء غائمة جزئيا مع ساعات نهار أحد بإذن الله تعالى تتعمق كما تلاحظون كتلة هوائية دافئة نسبيا من أصل شبه مداري مترافقة مع مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا هذه الكتلة تتعمق باتجاه مناطق بلاد الشام فارغة طقسا مستقرا الأحد و آه الاثنين لكن مع ساعات مساء الاثنين تبدأ أطراف كتلة هوائية باردة نسبيا بالتأثير على أجزاء من شمال مناطق بلاد آه الشام على شكل حالات من عدم الاستقرار آه الجوي تدوم حالة عن الجوي الثلاثاء والأربعاء تعود الأجواء المستقرة كما تلاحظون مع كتلة هوائية دافئة نسبيا ولكن تقترب باتجاه البلاد كتلة هوائية من أصل العلوي بفعل تعمق المرتفع الأوزوري باتجاه مناطق إيطاليا ووسط أوروبا هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا تتعمق باتجاه مناطق بلاد الشام مع ساعات نهار الخميس ليبدأ تأثير منخفض جوي في طبقات الجو كافة على شكل أجواء ماطرة ومضطربة للتأكد من هذه المعلومات ولدعمها ننتقل الآن إلى طبقات الجو السطحية عند 1500 متر فوق سطح البحر. نلاحظ هذا المنخفض الجوي السطحي يتجه باتجاه مناطق العراق ومن ثم يتلاشى باتجاه مناطق شرق قزوين ليؤثر بتاثيرات طفيفه على مناطق الحسكه خلال ساعات هذا الليل ليل السبت الاحد. بعد ذلك ومع ساعات نهار احد باذن الله تعالى تتجه باتجاه المنطقه كما تلاحظون منظومه ضغط جوي مرتفع في طبقات الجوي كافه. كل مناطق بلاد الشام تتاثر بها الاحد والاثنين على شكل اجواء ربيعيه مستقره مع ارتفاع في درجات الحراره هذه المنظومه الجويه تبقى حتى ساعات مساء الاثنين حيث نلاحظ بدء تاثر مناطق شمال بلاد الشام بحاله ضعيفه من عدم الاستقرار الجوي ناتجه عن ان المنخفض الجوي الايسلندي تنفصل عنه كتله هوائيه على شكل منخفض جوي عميق على اجزاء من دول البلقان والجزر اليونانيه، هذا المنخفض الجوي العميق يتجه باتجاه مناطق بلاد الشام بسرعه ضعيفه ليصلها مع ساعات نهار الخميس، ولكن قبل ان يصلها تسود اجواء مستقره بفعل مرتفع جوي خلال نهار الاربعاء، ثم يبدا نهار الخميس هذا المنخفض الجوي المدعوم علويا بكتله هوائيه بارده نسبيا بالتاثير باجواء ماطره غير مستقره مع رياح شديده على عموم مناطق بلاد الشام، لتدوم هذه الحاله حتى مطلع الاسبوع القادم بحول الله وقوته. بناء على هذا التحليل لتطورات الغلاف الجوي نتوقع باذن الله تعالى ان تكون اجواء العاصمه دمشق وعموم مناطق الجنوب خلال ساعات هذا الليل ليل السبت الاحد غائمه مع احتمال امطار متفرقه تطال مناطق السويداء وأجزاء من شرق درعا تتحول اعتبارا من الأحد إلى طقس مشمس إلى غائم جزئيا ودافئ نسبيا مستقر حتى فجر الخميس حيث تتكاثر السحب المنخفضة وتتهيأ الفرص لأمطار متوسطة الغزارة إلى غزيرة تشمل بإذن الله تعالى العاصمة دمشق ومناطق القنيطرة ودرعا وعموم مناطق السويداء تدوم فرص الهطول هذا بشكل متقطع حتى مطلع الأسبوع القادم بقي أن نذكر أن نسبة الهطولات المطرية المسجلة من بداية الموسم وحتى ساعة إعداد هذه النشره مقارنه بالمعدل العام في العاصمه دمشق وتحديدا في محطه المسجد سجلت 32% من معدلها العام، حققت السويداء 75% من 55% من معدلها العام، في حين وصلت القنيطره الى 63% من معدل العام، اما درعا فسجلت 55% من معدلها العام. ننتقل لمناطق الجزيره السوريه حيث نلاحظ ان طقس جنوب الحسكه مع دير الزور سيكون الليله غائما مع احتمال امطار متفرقه تدوم فرصها حتى صباح الاحد حيث تشرق الشمس جديد وتستقر الاجواء مع ارتفاع واضح وصريح في درجات الحراره على عموم مناطق الجزيره تدوم هذه الحالة حتى صباح الثلاثاء، حيث تبدأ مناطق الجزيرة بالتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي سريعة تؤدي لهطولات متفرقة على مناطق شمال الرقة وأجزاء من القامشلي، وصولاً للمالكية حيث تستقر الأجواء مجدداً الأربعاء ومع نهار الخميس تتحول الأجواء من جديد إلى ماطرة بفعل منخفض جوي، حيث من المتوقع أن تبدأ الهطولات المطرية اعتباراً من مناطق الرقة وتتجه بسرعة إلى مناطق الحسكة والقامشلي وعموم مناطق دير الزور. تدوم هذه الهطولات بشكل متقطع حتى مساء السبت باذن الله تعالى. ننتقل لنسب الهطولات المطريه المسجله من بدايه الموسم وحتى ساعه اعداد هذه النشره مقارنه بمعدل الهطولات العام. في القامشلي النسبه حققت 22% من معدلها العام، اما الحسكه فوصلت الى 24% من معدلها العام، حققت الرقه 18% من معدلها العام، في حين بقيت دير الزور عند 11%. بالمي. ننتقل الآن إلى طقس المناطق الشمالية الغربية والساحلية مع عموم مناطق الوسط والتي تشهد بمشيئة الله تعالى طقسا مشمسا ربيعيا مستقرا دافئا حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا اعتبارا من نهار الأحد لتكون أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة تتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا ومن ثم غائمة الاثنين بفعل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تشاء عنها فرص أمطار متفرقة على المناطق الساحلية هذه الهطولات تمتد الثلاثاء لتشمل اجزاء من ادلب وحلب تستقر الاجواء مؤقتا الاربعاء ويتقدم نحو المنطقه الخميس منخفض جوي عالي الفعاليه وبارد تصاحبه هطولات مطريه متوسطه الى غزيره تشمل السواحل مع عموم مناطق ادلب وحلب وعموم مناطق حما وحمص. هذه الهطولات المطريه تدوم باذن الله تعالى حتى مساء السبت حيث تستقر الاجواء بمشيئه الله تعالى من جديد. نصل بكم الآن إلى نسبة الهطولات المطرية المسجلة من بداية الموسم وحتى ساعة إعداد هذه النشرة مقارنة بمعدل الهطولات العام حيث سجلت إدلب المدينة 62% من معدلها العام أما حلب فلمست 42% من معدلها العام حمص 59% معدلها العام أما حماة فبقيت عند 48% معدلها العام اللاذقية تجاوزت حتى 75% من معدلها العام أما طرطوس فسجلت 66% من معدلها العام ننتقل الآن إلى تفاصيل طقس إدلب وحلب عموم مناطق الداخلية خلال قادم الأيام ألا حتى تكون الأجواء مشمسة ومستقرة مع ارتفاع واضح في درجات الحرارة حيث تسجل نهارا 20 درجة مئوية وتنخفض ليلا إلى 9 درجات تهب الرياح الغربية بسرعة 15 كم في الساعة وتعمل أنظمة الطاقة الشمسية بكفاءة عالية نهار الاثنين تكون الأجواء غائمة مع فرص أمطار متفرقة مساء بمشيئة الله تعالى درجات الحرارة المتوقعة نهارا 17 درجة مئوية وتنخفض ليلا إلى عشر درجات نحذر من نشاط حركة الرياح الغربية نهار الاثنين حيث تهب بسرعة 30 كم في الساعة وقد تصل سرعة بعض الهبات إلى 45 كم في الساعة تعمل أنظمة الطاقة الشمسية بكفاءة متدنية الثلاثاء طقس غائم ماطر على فترات متقطعة درجات الحرارة متوقعة نهارا 17 درجة مئوية وتنخفض ليلا إلى 7 درجات تتحرك الرياح الشمالية الغربية بسرعة 20 كم في الساعة وتعمل أنظمة الطاقة الشمسية بكفاءة متدنية نهار الأربعاء أجواء مشمسة صباحا تتحول لماطرة مساء بإذن الله تعالى ترتفع درجات الحرارة لتلامس 20 درجة مئوية نهارا في حين تنخفض لنا إلى 9 درجات تهب الرياح الشمالية الشرقية بسرعة 10 كم في الساعه كما تعمل انظمه الطاقه الشمسيه بكفاءه عاليه اما نهار الخميس طقس ماطر بغزاره مع انخفاض واضح وصريح في درجات الحراره حيث تلامس نهارا 15 درجه مئويه وتنخفض ليلا الى 6 درجات تهب الرياح الجنوبيه الغربيه بسرعه 20 كم في الساعه كما تعمل انظمه الطاقه الشمسيه بكفاءه متدنيه نهار الجمعه تبقى الفرص متاحه لامطار متفرقه وتوالي درجات حراره انخفاضها حيث تلامس 13 درجه مئويه نهارا وتصل ليلا الى اربع درجات، تهب الرياح الغربيه بسرعه 17 كم في الساعه كما تعمل انظمه الطاقه الشمسيه بكفاءه متدنيه، اما نهار الخميس فطقس غائم جزئيا مستقر باذن الله، ترتفع درجات الحراره حيث تلمس 18 درجه مئويه نهارا، وتنخفض ليلا الى ثلاث درجات، تهب الرياح الغربيه بسرعه 12 كم في الساعه كما تعمل انظمه الطاقه الشمسيه بكفاءه عاليه. اذا اجواء دافئه واقرب للربيعيه، مطلع الاسبوع تتحول لماطره بشكل تدريجي. ويختم الأسبوع بمنخفض جوي ماطر وبارد وعليه ننوه إلى أن طقس الأيام القادمة مناسب للبدء بنقل شتول الخضار الصيفية للأرض الدائمة تحت الأنفاق كما أنه مناسب أيضا لمواصلة دعم المحاصيل الشتوية بجرعات الأسمدة الآزوتية إن شاء الله تعالى كما نحذر من نشاط الرياح الغربية يوم الاثنين ومع مخفض نهاية الأسبوع ونطمئن الأخوة المزارعين بعدم توقع أي موجات صقيع من الآن وحتى مساء السبت القادم على أقل تقدير بإذن الله تعالى المتابعين الكرام يتميز شهر شباط بشدة التقلبات الجوية وبانخفاض ثباتية توقعات هيئات الرصد الجوي على مستوى العالم لذا لا بد من مراجعة تحديثاتنا اليومية المستمرة للنشر الجوية الإسبوعية كان معكم في الإعداد والتقديم المهندس أنس الرحمون من استديوهات المبدعون السوريون في إدلب أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته